في يوم من الأيام ولحد اللحظة اللي أنا واقف بكلمك فيها دلوقتي في حوالي 1400 شخص محطوطين في قائمة الانتظار مستنيين إيه؟ مستنيين وفاتهم عشان يروحوا منظمة اسمها الكور تم تجميدهم بواسطة النيتروجين المساعد بس لازم عملية التجميد دي تتم بحد أقصى خلال 15 دقيقة من الوفاة العملية دي اعتمادها الكلي على إمكانية تقدم الطب في المستقبل اللي بدوره قد يستطيع ان هو يعالج بعض الأمراض اللي لا يمكن علاجها النهاردة قبل ما تسيء الظن بيه وقبل ما تفتكر ان الكلام ده كلامي انا بكلمك عن منظمة موجودة فعلا وبتعمل كده فعلا فانا مؤمن بالله عز وجل وان ربنا عز وجل بيقول اسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وان الموت والحياة بامر ربنا وحده عز وجل وان اللي بيموت هي الروح اما الجسد ده فهو فاني لكن انا جاي اقولك شوف الغرب وصلوا لحد فين شوف تفكيرهم وصلهم لحد فين وصل بيهم الامر اكتر ان هم يبحثوا عن الخلود من 100 سنة تقريبا كان اللي بيتوقف قلبه عن النبض بيصدر الستار عن قصته وعن حياته وبيعلن وفاته ما كانش في حاجة اسمها عملية انعاش القلب ولو كان حد قال للناس ان في عملية اسمها عملية الانعاش وممكن القلب يعود للعمل مرة اخرى بعد توقفه كان الناس ساعتها هيقولوا عليك مجنون او بتخرف ده المبدأ اللي ماشي عليه بقى العلماء اللي شغالين في منظمات امداد الحياة او اعادتها مرة اخرى في المستقبل زي منظمة الكور اللي احنا نتكلم عنها النهاردة المنظمة دي بتقولك ان في بعض الامراض لم يتم اكتشاف علاج ليها لحد النهاردة طب ليه احنا في المستقبل مش ممكن نكتشف علاج للامراض دي فاحنا نحافظ على الجسد زي ما هو لحد ما يجي المستقبل ولحد ما نوصل للدرجة دي من العلم ونطلع الاجسام دي ونعيد عليها مرة اخرى التجارب العلمية اللي احنا اكتشفناها ونعالجهم عن طريق ملف لكل شخص تم تجميده موجود فيه كل البيانات كل الامراض اللي متصاب بيها عشان تفهم الفكرة اكتر لو لا قدر الله كف ايدك تعرض للقطع ففي احتمالية انك تعيد ايدك لجسمك مرة تانية بس في حالة واحدة بس انك لو لحقت وحطيت ايدك في تلج وساعتها انت ممكن تروح تعمل عملية وترجع ايدك والدورة الدموية تمشي فيها مرة تانية لكن لو ما حطيتهاش في تلج او الوقت اتاخر الخلايا هتموت وايدك مش هترجع لجسمك مرة تانية لان الدم مش هيوصل لايدك الدم هو المسؤول عن نقل الاكسجين للجسم بالتالي مفيش اكسجين مفيش حياة الدورة الدموية اقل وبيبقى احتياجك للاكسجين اقل بالتالي ممكن تحافظ على الخلايا اللي موجودة في ايدك لاطول فترة ممكنة كده تقدر تنقذ ايدك وترجعها من جديد سنة 1999 دكتورة انا بيجينهم بتتزلج على الجليد المهم واثناء التزلج وصلت عند منحدر وقعت في الجليد زرع بصل يعني دماغها اصبحت داخل الجليد ورجليها معلقة في الهواء ولان طبقة الجليد كانت تقيلة دريتش انا ان هي تخرج نفسها من الجليد اصحابها يشدوا فيها ولكن دون جدوى 40 دقيقة كاملة كانت انا بالوضع ده طلعت ان هي تتنفس تحت الجليد لان كان في حاجة تسمى الجيب الهوائية ودي اماكن في قلب الجليد بين المية وبين سطح الجليد فيها الاكسجين محبوس ما قدرش ان هو يخرج بره طبقة الجليد فبالتالي قدرت تتنفس لمدة 40 دقيقة كاملة لكن بعد ال 40 دقيقة دي وقف قلب انا عن العمل تماما وتعتبر ماتت اكلينيكيا بعد 40 دقيقة بتيجي الاسعاف ويقدروا ان هم يخرجوا انا ويودوها للمستشفى كانت انا ميتة تماما فحاولوا ان هم يدفوا جسمها عن طريق ان هم يخرجوا الدم من جسمها ويعلوا درجة حرارته ويدخلوه في الجسم مرة تانية عشان جسمها يتفك ويقدروا ان هم يدفنوا وبالفعل بدأوا يخرجوا الدم من جسمها ويدفوا وبدأت ترتفع حرارة الجسم مرة تانية كانت المفاجأة بعد 24 ساعة بيعود قلب الدكتورة انا للعمل مرة اخرى وسط ذهول كل الدكاترة اللي كانوا موجودين الحادثة دي بالذات فتحت عيون الدكاترة حول العالم على امكانية نجاح عملية التجميد بعد مدة قليلة تمثلت الدكتورة انا للشفاء تماما وخرجت بكامل وعيها درجة الحرارة المنخفضة اللي كانت موجودة فيها اسفل الجليد هي اللي ساعدت على اعادة حياتها مرة اخرى وده لان الخلايا ما حصل لهاش تلف قدر الجليد ان هو يحافظ على الخلايا من انها تموت سنة 1962 بدأت تظهر اول فكرة عن فكرة تجميد البشر مجرد فكرة عابرة لكن سنة 1997 تم فعليا تجميد اول شخص في التاريخ وبدأوا يتكلموا على امكانية ان تجميد البشر لفترة طويلة ممكن يؤدي في النهاية الى خلود البشر ده وكل ما خلايا تموت
او قبل ما يتعرض للوفاة نجمده وبعد كده نجدد خلاياه ونخليه يعيش مرة تانية. ان اي شخص عنده مرض دلوقتي احنا ممكن نجمده وفي المستقبل لما يتم اكتشاف علاج للمرض ده نصحيه ونعالجه ويبدأ يعيش. طبعا ده كلامهم مش كلامنا، وظهرت ابحاث ونظريات كتيرة بتتكلم عن القصة دي. جيمس بيدفور هو اول شخص يتم تجميده في التاريخ، وهو موجود حاليا في مؤسسة الكور، وجسده بحالة جيدة جدا في التجميد، موضوع في انابيب فيها نيتروجين مسال، راسه موجودة لاسفل عشان لو حصل اي خلل او تسريب للنيتروجين المسال راسه هي اخر حاجة تتضرر. فكرة كلها ان بيتم تجميد كل السوائل الموجودة في الجسم وبتتحول في شكل بلورات بحيث ان هي تحافظ على خلايا الجسم ان الخلايا ما تتعرضش للتلف. بعد كده بيتحط في انبوبة دي فيها نيتروجين مسال درجة حرارتها سالب 196 درجة مئوية، وكده هيفضل الجسم في الحالة اللي تم تجميده عليها اطول فترة ممكنة. من الناحية العلمية هم قدروا انهم يحافظوا على الجسد، من التلف ومن الهلاك، لكنهم بالتأكيد مش هيقدروا يحافظوا على الروح، ان الروح هي اللي بتموت والجسد كده ملوش اي معنى ولا اي قيمة. يعني قد تكون الابحاث دي كويسة جدا في حالة انك عايز تحنط مثلا الفراعنة، كويسة جدا تقدر تحافظ على جسم الانسان وتدي لك نتيجة اعلى من التحنيط اللي قام بيه الفراعنة، جسم هيفضل بجلده بحالته الطبيعية بشعره بكل حاجة، لكن الروح هل تقدر يموت انسان ويتم احيائه مرة ثانية؟ مستحيل. لكن الانسان ما زال بيبحث عن الخلود منذ أن نزل آدم عليه السلام، وسيدنا آدم ما تقال له كل من الشجرة دي إن الشجرة دي هتحقق لك الخلود فكل منها. الإنسان دي طبيعته البشرية إن هيفضل إن هو يحاول إن هو يعيش أطول فترة ممكنة، وده طبعا مش هيحصل إن ربنا عز وجل الواحد القهار. ربنا قال كل من عليها فان، احنا من آدم وآدم من تراب، ومسألة الموت دي حقيقية ما فيهاش خلاف وما فيش حاجة اسمها خلود. أتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، وأتمنى لو حد سألك عن القصة دي تقول لهم الجاسوس حكاها لي، وما تنساش بقى الفولو والسبسكرايب واللايك والحاجات الجميلة دي. أشوفكم على خير.